هذا الفيديو برعاية كوادرا ستور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا جماعة، معكم خالد المعطش. اليوم معنا نظرة على ماذربورد شركة MSI المخصص حق الجيم اللي هو زيميو 70A Gaming Pro Carbon. الماذربورد سعره 52 دينار ما يقارب 72 دولار، تحصلون رابطة تحت في موقع كوادرا تقدر تطلع على كافة التفاصيل خاصة بالماذربورد. محتويات العلبة بشكل سريع، أول شيء عندنا اللي هو الماذربورد، وعندنا ايضا دليل ارشادات واللي هو مهم حيل، حاول تحتفظ فيه بقدر الامكان، فراح ينفعك لجي تركب او تخبص بعدادات البيوز، فراح تحصل كل شيء مشروح بالداخل. وايضا عندنا استيكرات حقت كيابل الساتا، وايضا سي دي التعريف اللي فيه مجموعه من السوفت وير اللي راح تساعدك وتعطيك مميزات جدا كثيره، واسلاك ساتا والاي او انبوت، وايضا وصلت الاس ال اي، واخيرا رساله شكر. اوكي، خلونا نتكلم اول شيء عن التصميم. الماذربورد من نوع الاي تي اكس، فلازم قبل تشتريه تتاكد ان كيسك يدعم هالمقاس ولا لا. الماذربورد ياتي باللون الاسود وحاطين عليه لمسات كربون، من اسمه كربون، فتشوف لمسات شويه كربون. ولو تلاحظ الماذربورد تقريبا كل شيء فيه اسود، عندك البي سي بي، مشتتات، الرامات، فتقريبا كل شيء اسود. فالناس اللي تحب هاللون، لون الاسود، فاعتقد الماذربورد شكليا راح يكون عندهم جدا بطل. ومن الجهة اليمنى من الماذربورد راح تحصل LED RGB، واللي راح تعطي شكل جمالي يناسب الكيس اللي عندك، مثلا كان كيسك احمر، ازرق، اخضر، فتقدر تغير اللون اللي تبيه. لان شركة MSI ارفقت برنامج من خلاله تقدر بسي دي تعريفات، من خلاله تقدر تتحكم باللون اللي يناسبك والطريقة اللي تفضلها. الماذربورد من اسمه مخصص للجيم وفيه مميزات حيل كثيرة، فصعب اذكرها كلها في هذا الفيديو، لكن راح اتكلم عن الاشياء المهمة اللي فيه. اول شيء نشوف مقبس او سوكيت الماذربورد. السوكيت حقه اللي هو LGA1151، واللي هو يكون مخصص حق معالجات انتل الجيل السادس اللي هي سكايلك، فلو يكون عندك اي معالج من سلسلة سكايلك راح يركب معك بدون اي مشاكل. ولو تلاحظ جنب المعالج في مجموعة من التيتانيوم تشوك، واللي على حسب كلامه صارت افضل من التشوكات التقليدية 40%، فهي تتحمل درجات حرارة عالية جدا تصل الى 220 درجة مئوية، ومو بس كذا بل راح تعطي استقرار وتوفير اكثر 30%. الرامات عندنا 4 منافذ طبعا يدعمون DDR4، واقصى عدد ممكن توصله له 64 جيجا. MSI اضافت تقنية DDR4 Boost، واللي راح تخلي الرامات اكثر استقرار في حالة رفع تردداتها او سويت لها اوفركلوك وغيرها، فتخلي اداء الجهاز اسرع نظرا لان فيها تقنية عزل الاشارات الكهرومغناطيسية اللي تخلي الجهاز يصير ابطا، ويمكن تواجه كراشات في حال كسر السرعة. وعلى طاري كسر السرعة، الماذربورد تتحمل تردد 3600 ميجا هرتز، واقل تردد اللي هو 2133 ميجا هرتز. وعندك ايضا LED يوضح لك اذا تفعلت خاصية البوست او لا. وعندنا المشتت اللي تحته تشيبسيت زيميو 70، تصميمه حلو وشكله جدا مرتب، حاطين عليه شعار MSI وشوية كربون، وبقية المشتتات باللون الأسود وعليها مثل ما قلت الكربون. ومثل ما واضح قدامكم ثلاث شقوق أو ثلاث فتحات PCI Express X16، فتقدر تسوي SLI أو كروس فاير على حسب الكروت اللي عندك، ومنفذين منهم ثبتين فيهم حديد ستيل، بحيث لو ركبت كرت شاشة أو شلته وضغطت بقوة بالغلط فما راح ينكسر عندك إن شاء الله. وأيضا عندنا 4 منافذ PCI Express X1 اللي X1، فتقدر تركب اللي يناسبك، كرت صوت، كرت شبكة، كرت SSD، ما عندك أي مشكلة. وعندنا منفذ M.2 واللي تقدر تركب SSD يعمل بنفس المنفذ، وهو حاليا يعتبر اسرع الهاردسكات الموجوده، عندك سامسونج، عندك من الشركات الثانيه صارت تصنع هاردسكات بتقنيه M.2، فتعطي اداء جدا بطل. الماذربورد يملك 6 منافذ ساتا 6 جيجا بايت، ومنفذ واحد ساتا اكسبرس. وعندنا كونكترين او مروحتين مخصصه للمعالج، وثلاث مراوح اخرى حق الجهاز بشكل عام. وشيء اكيد بكل ماذربورد تحصله اللي هو الاي تي اكس باور كونكتر والايت باور كونكتر المخصص حق المعالج. كرت الشبكة اللي في هذا الماذربورد مخصص حق الجيم، مرفق ويا برنامج تقدر من خلال برنامج تحدد أولوية النت، مثلا تبي جيم أو تصفح أو محادثات، يعني تخيل انك قاعد تلعب باتل فيلد أو أي لعبة ثانية أونلاين، وبنفس الوقت قاعد تتكلم محادثة سكايب أو غيرها من البرامج الصوتية. فمن البرنامج تقدر تخلي قوة الانترنت والأولوية والتركيز كلها تكون على اللعبة، بحيث ما يصير عندك بينك عالي وما راح تواجه مشاكل بالاتصال. وبفضل شيبسة الصوت اللي في هذا الماذربورد اللي هو الأوديو بوست 3، أنا أضمن لك شخصيا ما راح تحتاج كرت صوت خارجي إذا كان استخدامك جيمينج أو محادثات،
لان فيه تقنيات جدا قويه مثل الصوت المحيطي والبيس بوست والنويز ريدكشن وغيرها من المميزات. فاذا حاب تبحث عن المميزات هذه وتشوف خصائصها بالكامل، ابحث في اليوتيوب او في جوجل عن نهاميك اللي هو NAHIMIC وشوف الخصائص الموجوده في هذا الكرت. واخر شيء خلونا نشوف منافذ المذربورد. من اليسار عندنا منفذ البي اس 2 المخصص حق الالعاب، فتقدر تركب ماوس او كيبورد اللي تفضله انت. وتحته على طول عندنا منفذين اليو اس بي 2، وبعدهم عندنا منفذ الدي في اي دي واقصى دقه يدعمها اللي هي فول اتش دي ب 60 هرتز، ومنفذين اللي هو يو اس بي 3.1 الجيل الثاني واللي هو اسرع من الجيل الاول بمرتين واسرع من اليو اس بي 2 ب 20 مره، فواحد منهم تايب اي والثاني تايب سي. وبعدين يجينا منفذين يو اس بي 2 وتحتهم اتش دي ام اي 1.4 اللي يدعم دقه ال 4K ب 24 هرتز، ومنفذ الشبكة المخصص حق الجيمي قبل شوي تكلمتكم عنه، وتحتهم اللي هو منفذين USB 3.1 اللي هو الجيل الأول مو الجيل الثاني، وأخيرا عندنا منافذ الصوت. نجي الحين نشوف هل يستاهل تشتريه أو لا. أول شيء أنت اللي تقرر شنو احتياجاتك وشنو ميزانياتك وشنو اللي يناسبك وشنو اللي ما يناسبك. طبعا أنا ما كتبت مراجعة، كتبت نظرة لأني ما جربته شخصيا، ما ركبت عليه معالج ما عندي، لكن حسب الورق المذربورد يحمل مميزات كثيرة ومخصص للجيم وشكله مرتب وسعره مقبول 52 دينار، يعني مو غالي حيل على مذربورد يحمل نفس المواصفات. فإذا حابين تشوفون كامل المواصفات يمكن غفلت عن بعض منها، فما عليك إلا تضغط على الرابط الموجود في الوصف وتحصل كافة تفاصيل المذربورد. فالله يعطيكم العافية، لا تنسون تسوون شير ولايك إذا عجبكم المقطع طبعا، واللي حاب يشوف خلف الكواليس يتابعني على حسابي سناب شات اللي هو خالد_المعطش، وإن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. وفي الختام سلام.